والله لو ما دخلوا الناس كنت حسبت الله ما خلوه. حساب هذا الكلب هو دايم رمزي عندي بعدين. أنا قلت له لأب درويش وأب شلهوب يضلوا قاعدين مع أب جميل، خفت يعمل بحاله شي شغلة. أنت بتعرفه للرجال متعلق ببناته كتير. أنا بدي منك هلا تحمل حالك وتروح لعند شيخ الحارة لنشوف شو رأيه وعلى أساسه نتصرف. وجب. السلام عليكم. الله معك. مسكين على هالشغلة. العمى فجأة سكتت الحارة كلها. لك ما ضل حدا بالطريق ولا بالقهوة، لك حتى وجوه الناس صارت صفرة، حتى الصيف وابو الصيف تخبوا جوا. تقول اللي صار صار معه العمى. شو زعلون؟ شايفك قاعد هون ما تقوم. قوم روح قوم. لك زعلون يا ابو الصيف؟ شباب حدا من عندك جيب لنا كاسة شاي الله يخليك. لو قوم فرقنا بريحة طيبة. خلاص ما بدنا نبيع شاي لا بدنا نبيع قهوة، بدنا نسكر. قوم حل عنا. قال عمل لي كاسة شاي. العمى بقلبها. رب عفوك طول العقيد، ان شاء الله ما يكون على امام. والله ماني عرفانه، انبسط لاني خلصت من هالقصه وما بقى يتجوز علي ولا ازعل على هالمسكينه اللي قتلت حالها. الله يرحمك يا جميله، الله يرحمك. بتعرفي هالقصة ما عم تنحمل معي لا بأبان ولا بميزان. اي والله القصة صعبة كتير كتير، الله يعين أبوها. بس بتعرفي نحن حرام نحكي هيك، بس يلا ارتاحت وريحت. ايش بدنا نعمل يعني؟ هي قدرها والمكتوب ما منه مهروب. ايش بدنا نساوي؟ هذا قدرها. لك طولي بالك شبنا ضروري يعني ام رمزي كانت تحكي بالقصه، ما حدا كان بيعرف بالقصه غير العقيد ومرته. ضروري يعني تدور بالحاره وتلت يعني. اي مو ضروري. لك اسكتي اسكتي منيح اللي قتلت حالها، احسن ما تطلع حبلة كانت كبرت القصه. يلا على كل حال الله يرحمها، خلصينا بقى.